اشتغلت سجانة وما نفعتش، واتجوزت ضابط وخلفت منه ولد وبنت، ولما انفصلت عنه اشتغلت رقاصة في الأفراح. يوسف وهبي اكتشف موهبتها في التمثيل وبقت كومبارس من الزمن الجميل في السينما المصرية. حكايتي معاكم عن الفنانة ماري باي باي. ايه حكاية ماري باي باي مع الفقر؟ وازاي اهلها وقفوا قصادها؟ ازاي بقت اشهر كومبارس من الزمن الجميل؟ ليه دخلت التمثيل صدفة؟ وازاي اشتغلت مع ثلاثي أضواء المسرح؟ ليه كانت معظم قعدتها مع الإنجليز في الكازينو؟ وإزاي خدت اسم الشهرة بتاعها منهم؟ مين جوزها وفين ولادها؟ حكايات وأسرار كتير ورا ماري باي باي هتعرفوها معايا، بس تابعوني لآخر الفيديو. لو كانت عايشة بينا لحد النهاردة كان زمانها معدية 100 سنة وبتحتفل بعيد ميلادها، بس هي وقفت عند 80 وبقى كل يوم 5 أكتوبر ذكرى رحيل ليها، والسنة دي تبقى الذكرى 26. ماري باي باي من مواليد يوم 29 يوليو سنة 1917، واسمها الحقيقي بهيجة محمد علي. عانت كتير في حياتها من أول ما بدأت لحد ما وصلت لطريق الشهرة، بس فضلت طول عمرها كومبارس، لكن مش أي كومبارس كده، دي أشهرهم ويمكن دي أهم من بطولات كتير كان ممكن تقدمها في حياتها. في مقابلة ظهرت فيها ماري قالت إن اسمها الحقيقي بهيجة، وكان صعب على الأجانب ينطقوه، وبحكم الشغل بقى اسمها ماري محمد علي. أمها من عيلة أبو خشبة وأبوها من الشرقية، وكان ليها إخوات رفضوا إنها تشتغل علشان حاجة زي كده زمان كانت عيب، فكانوا بيحاربوها في شغلها عشان تبطل الشغل ده، وكل ما ييجوا يعملوا معاها حاجة يلاقوها في السودان، يلاقوها في العراق وهكذا. اشتغلت راقصة في الشيراتون مع راقصة اسمها بيبة سنة 1946. ماري كانت زعلانة علشان كانوا بيطلعوها في السينما وحشة عشان الجمهور يضحك. بتقول انها كانت متزوجة ضابط وكمان طولها 175 سنتي، وشعرها اللي بتظهر بيه في السينما كان اطول من كده ومش باروكة، بس الحياة اتغيرت بقى، وكمان عملت عملية في عينها ومش بتحب التمثيل هواية، لا هي خدته شغلانة ليها عشان ما تنحرفش، وعشان كانت متزوجة واحد مركزه كويس وأهلها صعيدة، عشان كده اشتغلت عشان تعيش. اشتغلت سجانة وما نفعتش لأنها كانت بترقص معاهم تفرح معاهم مش بتشوف شغلها، وما قدرتش تكمل. عندها بنت وولد، أبوهم لواء متقاعد ومهاجرين من مصر. ماري باي باي بدأت حياة صعبة جدا وكان لازم تتعود. نشأت في أسرة فقيرة بس ما وقفتش عند الفقر ده، وقدرت تتعلم القراية والكتابة بمجهودها الشخصي ومن غير ما تطلب مساعدة من أهلها ولا تقول لهم انتوا قصرتوا معايا او عملتوا فيا كده ليه. وكان باين على بهيجة محمد علي او ماري باي باي انها راضية بحالها وهتستقر كده، مش مشكلة خالص عندها، دي الحياة وده اللي طلعت لقيت نفسها عليه. هوب تصالحت مع الواقع ورضيت بالمكتوب، ويمكن ده السبب في ان حياتها تتغير للأحسن. اللي زي ماري باي باي مش هتقف على جوازة معينة وتتشرط وتحط رجل على رجل، لأ دي انسانة بسيطة وعادية جدا، اتجوزت راجل اكبر منها ب5 سنين وعاشت معاه على الحلوة والمرة، ربنا كرمها معاه، هو كان شغال ضابط وهي اشتغلت معاه سجانة في سجن النساء وما نفعتش، بس لا يوم اشتكت ولا يوم قالت انا تعبت او زهقت من العيشة، بالعكس صبرة وراضية وربك بيكرم من عنده. بس طبعا مفيش حاجة بتفضل على حالها، والجوازة اللي كانت مكملة انتهت، والشغل اللي كان موجود ما بقاش موجود، وانفصلت ماري باي باي عن جوزها وشغلها كمان. بهيجة محمد علي انطلقت من هنا وبدأت تشق طريقها من الناحية التانية، هي شايفة في نفسها موهبة وعايزة تخرجها، بس مين يكتشفها؟ المهم هي عاشت معاناة طبعا بعد الانفصال، فاضطرت تشتغل راقصة في الأفراح الشعبية، وقالت أجيب مصاريفي واحتياجاتي بقى. وفي يوم والتاني شافت يوسف بيه وهبي، ما كدبتش خبر وطلعت تجري عليه في الشارع وتقول لي والنبي يا سي الأستاذ شغلني معاك، ده أنا لهلوبة وهعجبك. ويوسف وهبي جبر بخاطرها، دخلت ماري باي باي التمثيل ومنه قدرت تكتشف موهبتها، ويوسف وهبي كان ليه دور بارز في ظهورها. طبعا كانت كل حاجة صدفة، وبهيجة لا
درست ولا حاجة، ويوسف ادها دور في فيلم المهرج وقدرت تكون عند حسن ظنه، لهفت الأضواء وكمان وقف جنبها وخلاها تشتغل في كازينو بديعة مصادني، ومن هنا بقى اسمها ماري باي باي مش بهيجة محمد علي. كمان يوسف وهبي ضمها لفرقة رمسيس المسرحية واللي هو كان مؤسسها. طبعا الشغل في الكازينو غير، وبقى مثل الست ولا الغنى ملازمها، ويوم والتاني بقى ليها شنة ورنة، قعدت مع الزباين وأغلبهم كانوا من الإنجليز وبقوا صحابها جدا وبيجوا يسهروا في الكازينو عشانها، بس هي بتقعد معهم شوية وتمشي على طول عشان تقضي احتياجاتها، ما هي كمان عندها حياة. بس لما كانت تمشي وحد من الإنجليز يسأل عليها يقولوا له ماري باي باي، يعني مشيت خلاص، والاسم طلع عليها وبقى ده اسمها اللي اتشهرت بيه ومعروفة بيه في الوسط الفني. طبعا شهرة ماري باي باي بدأت تكبر يوم في التاني، أيوة ما بقتش نجمة كبيرة أو ليها بطولة مطلقة، بس كفاية مثلا إنها انضمت لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومنه انطلقت للسينما وقدمت أعمال فنية كتير جدا. اشتهرت بتقديم دور الست اللي شكلها مش حلو واللي الرجالة بيعكسوها، وليها أكتر من 50 عمل فني، من أشهرهم مطاردة غرامية والبحث عن فضيحة وكيلو 99 وعاشور قلب الأسد وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وجعلوني مجرما، وكان آخر فيلم ليها اسمه حب من ثلاث أطراف واتعرض سنة 1997، ورحلت عن الدنيا يوم 5 أكتوبر سنة 1997 وكان عندها 80 سنة.